حالة من الخوف يعيشها الأتراك، لدرجة أن بعضهم يفترشون الشوارع ليلاً، والبعض الآخر يحاول إيجاد بيوت آمنة. فشبح الزلزال الكبير الذي تنتظره تركيا بات مخيفاً، خصوصاً بعدما عاد العالم الهولندي فرانك هوجربيتس ليكشف مفاجآت جديدة عن الهزات الجديدة في تركيا وسوريا، ليعلنها صراحة: نعم، هناك زلزال قادم، الزلزال الكبير. هزات أرضية جديدة داخل المنطقة، وخوفاً من تكرار ما حدث قبل أسبوعين، وتوقعات حول الزلزال الكبير المحتمل وقوعه في مدينة اسطنبول التركية، كشفها العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، وقال مغرداً أنه لا أحد يستطيع تأكيد حدوث ذلك، ولكن كل الاحتمالات تقول أن هناك زلزالاً كبيراً سيضرب تركيا. وكان فرانك هوجربيتس قد وجه الأنظار في وقت ماضي نحو اسطنبول، منوهاً عن احتمال وقوع زلزال كبير، وقال في تغريدة سابقة: إذا كان موضع الكواكب واضحاً مثلما كان قبل زلزال إزميت في عام 1999، فسيكون التحذير من زلزال كبير ساري المفعول، كما قام بإعادة نشر تنبؤ الهيئة التي يتبعها، والتي جاء فيها: قد يحدث نشاط زلزالي أقوى، وهو الزلزال الكبير، في الفترة من يوم 20 إلى 22 فبراير تقريبا، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في الأيام القادمة. فيما أكد عدد من علماء الزلازل أنه من المحتمل وقوع زلزال كبير خلال السنوات المقبلة في مدينة اسطنبول، خاصة أنها تقع على الحافة الشمالية التي تعد أحد خطوط الصدع الرئيسية في البلاد، وهي المدينة التي تضم رسمياً حوالي 16 مليون شخص. وتوقع الخبراء أن زلزال كهرمان مرعش هو مجرد البداية، منوهين إلى أن زلزال اسطنبول من الممكن أن يضرب تركيا في أي لحظة الآن. طبقاً لصحيفة حربيت التركية، بعد وقوع زلزال قوي في تركيا وسوريا المجاورة في 6 فبراير، تداول كثيرون تغريدة لهوجربيتس زعم فيها توقع زلزال وشيك في المنطقة، وقوبلت التغريدة بانتقادات المختصين، ممن نبهوا إلى أن الباحث الهولندي لم يأتي بجديد، لأنه تحدث بشكل عام عن احتمال وقوع زلزال قوي في منطقة معروفة باحتمالاتها الكبيرة للتعرض للهزات الأرضية. ووفق تغريدة هوجربيتس وقتها، فإن زلزالاً بشدة 7.5 درجة سيقع في تركيا والمنطقة عاجلاً أم آجلاً، وهو ما يعني أن السقف الزمني لوقوع الكارثة يظل مفتوحاً. وأفاد منتقدون بأن هوجربيتس لا ينتمي إلى مؤسسة علمية مرموقة، كما أنه موضع تشكيك بسبب بحوثه المثيرة للجدل حول علاقة حركة الكواكب وأجسام الفضاء بالزلازل على كوكب الأرض. وتعيش اسطنبول حالة من الخوف، خاصة بسبب الهزات الارتدادية والخوف من حدوث زلزال آخر قد يؤدي إلى دمار اسطنبول تماما. فهل حقا ما حدث كان البداية، وأنه تمهيدا لما يسمى الزلزال الكبير؟